قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه له دعوة الحق. اللام والضمير جار ومجرور خبر مقدم واجب التقديم، ودعوة مبتدأ وأخر واجب التأخير لأنه نكرة والخبر شبه جملة. دعوة مضاف والحق مضاف إليه، وهذا تسمى المبتدأ المعرف بالإضافة، المبتدأ المعرف بالإضافة، دلالة على الحصر على الاختصاص، أن الوحيد الذي له دعوة الحق ومن هو الله تبارك وتعالى. والذين يدعون من دونه الباطل، وقال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم.